السلام عليكم. دائما مع تحضير الاختبارات اختبار تمرين خاص باختبار الفصل الأول في مادة الرياضيات. التمرين تقدروا تحلوه في 10 دقائق. ننصحكم قبل ما تشاهدوا الحل سيو تحلوه وحدكم. بسم الله. ABC مثلث قائم في A حيث AB يساوي 2.5 سنتيمتر و سينس ACB تساوي جذر 5/5. السؤال الأول، احسب الطولين BC و AC. سؤال ثاني، احسب مساحة المثلث ABC. الجواب الأول، حساب طولين BC و AC. لم يطلب منا رسم الشكل، لكن احنا نرسمه الشكل المبسط حتى نتعرف على الأضلاع. زاوية قائمة، قائم في A، A B C. لدينا A B يساوي 2.5، ولدينا سينس A C B تساوي جذر 5، سينس A C B تساوي جذر 5/5. ماذا تساوي سينس A C B؟ سينس A C B تساوي المقابل على الوتر، وتساوي المقابل بالنسبة للزاوية C هو AB، تساوي AB على الوتر اللي هو BC. سينس ACB الزاوية، سينس ACB عطاوها لنا جذر 5/5. AB معلوم يساوي 2.5 تكون على BC. من هنا نستنتج أن BC ماذا يساوي؟ يساوي 2.5 مضروب في 5 قسمة جذر 5. بالاختزال جذر 5 مع جذر 5 نتحصل على BC تساوي 2 ضرب 5 وتساوي 10 سنتيمتر. بما أن أعطاونا الأطوال بالسنتيمتر نكتب 10 سنتيمتر ونؤطر النتيجة. بعد ما حسبنا الطول BC اللي هو 10، نجد الطول AC. لدينا مثلث قائم ولدينا خاصية فيثاغورس نستعملها لإيجاد طول AC. بما أن المثلث ABC قائم، فإن مربع الوتر اللي هو BC أس 2 يساوي AB أس 2 زائد AC أس 2. BC أس 2 BC تساوي 10، نعود 10 أس 2 تساوي AB أس 2، 2.5 كل أس 2 زائد AC أس 2. نحسب 10 أس 2 هي 100، 2.5 أس 2 2 أس 2 في جذر 5 تكون أس 2 زائد AC أس 2 تساوي 100. 4 ضرب جذر 5 أس 2 هي 5 زائد AC أس 2 واصل 100 تساوي 20 زائد AC أس 2. 20 نقولها إلى الطرف الثاني، AC أس 2 تساوي 100 ناقص 20 تساوي 8. مطلوب حسابة AC وليس AC مربع. AC تساوي جذر 80. 80 يمكن كتابتها على شكل 16 مضروبة في 5 وتساوي 16 هي 4 أس 2 ضرب 5 هي 16. 4 تخرج من الجذر، 4 جذر 5 وحدة سنتيمتر. حصلنا على طول AC. سؤال ثاني يقولون احسب مساحة المثلث ABC. ثانيا حساب مساحة المثلث ABC. ماذا تساوي مساحة المثلث ABC؟ مساحة المثلث ABC تساوي القاعدة مضروبة في الاكتفاء
قسمة 2 نرمز لها ب S وتساوي قاعدة AC طول AC مضروب في AB كل قسمة 2. AC وجدناها 4.5 سنتيمتر مضروبة في AB 2.5 كل قسمة 2. 4 في 2 مضروبة في جد 5 في جد 5 جد 5 مع جد 5 4 ضرب 2 كل قسمة 2 تساوي 8. 4 ضرب 2 8 جد 5 ضرب جد 5 5 قسمة 2 وتساوي 8 ضرب 5 40 قسمة 2 وتساوي 20 سنتيمتر مربع أنها مساحة أفضل نتيجة. وهكذا تحصلنا على مساحة المثلث ABC. انتهينا من التمرين، نتمنى باش تعاودوا تحلوه مرة أخرى، وأي اقتراحات أو ملاحظات اتركوها لي في التعليق، وإلى فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.